وفي يوم من الأيام جمع سيدنا عيسى الحواريين الاتناشر واداهم قوة روحانية وسلطة علشان يطلعوا الشياطين ويشفوا العيانين، وبعدين بعتهم علشان يعلنوا عن تأسيس مملكة الله ويشفوا المرضى. فوصاهم وقال لهم ما تاخدوش معاكم حاجة في طريقكم، ولا عصاية ولا سرة ولا أكل ولا فلوس ولا حتى جلابية زيادة، والبلد اللي أهلها ما يرحبوش بيكم امشوا منها ونفضوا حتى التراب بتاع بلدهم من رجليكم كتحذير ليهم ودليل على غضب الله عليهم. بعد كده سافروا الحواريين من بلد لبلد يعلنوا عن قيام مملكة الله ويشفوا المرضى في كل مكان يروحوه. وسمع هيرودس حاكم منطقة الجليل بكل أخبار سيدنا فاحتار من كلام الناس، شوية يقولوا النبي يحيى قام من الموت، وشوية يقولوا النبي إلياس ظهر تاني بعد ما كان احتجب. ولما سمع هيرودس الكلام ده قال يحيى أنا قطعت راسه، يبقى مين اللي أنا سامع عنه الكلام ده؟ ولما رجعوا الحواريين الاتناشر من مهمتهم حكوا لسيدنا كل اللي عملوه، وبعد كده أخدهم لوحدهم لمكان بعيد عن الناس في بلد اسمها بيت صيدا. بس الناس عرفت مكانه ومشوا وراه، فرحب بيهم سيدنا وكلمهم عن مملكة الله وشفى كل العيانين اللي كانوا محتاجين شفاء. ولما قربت الدنيا تليل جم الحواريين لسيدنا وقالوا له يا مولانا احنا في مكان فاضي والليل قرب يدخل علينا، مشي الناس علشان يروح القرى والمزارع اللي حوالينا علشان يباتوا فيها ويلاقوا أكل لنفسهم لأننا في مكان خلا. فقال لهم سيدنا هاتولهم انتم أكل. فقالوا له ما عندناش إلا 5 ترغفة وسمكتين، وده مش هيكفي كل الناس دي إلا إذا روحنا اشترينا أكل للعدد ده كله، لأن عدد الموجودين كان حوالي 5000 راجل من غير الستات والأطفال. فقال سيدنا للحواريين قعدوهم في مجموعات، كل مجموعة حوالي 50 واحد، فعملوا زي ما قال لهم وقعدوا الناس في مجموعات. فأخذ سيدنا عيسى 5 ترغفة والسمكتين ورفع عينيه للسماء وحمد الله على نعمته، وبعد كده قسمهم وادهم للحواريين علشان يوزعوهم على الناس، فأكلوا كلهم وشبعوا وشالوا 12 قفة اتبقت من الأكل. وفي مرة كان سيدنا عيسى بيصلي لوحده وجوم الحواريين، فسألهم سيدنا هي الناس بتقول عليا أنا مين؟ فقالوا له ناس بيقولوا إنك النبي يحيى، وناس بتقول إنك النبي إلياس، وناس بتقول إنك نبي من الأنبياء القدام قام من الموت. فقال لهم وإنتوا في رأيكم أنا مين؟ فقال له بطرس أنت المسيح إلا الله بعته. فحذرهم إنهم ما يقولوش الكلام ده لحد، وقال لهم الإنسان النازل من السماء مكتوب له إنه يعاني ويتألم كتير ويرفضوه قادة الشعب وكبار الأحبار وفقهاء الشريعة ويتقتل، لكن في اليوم التالت الله هيقومه من الموت. اللي عايز يكون من أتباعي يتخلى عن كل رغباته ويكون مستعد إنه يضحي بنفسه ويشيل الصليب ويعاني كل يوم. اللي عايز يحافظ على حياته في الدنيا هيخسرها، واللي يضحي بحياته علشاني يبقى بيحافظ عليها. فإيه الفايدة لو كسب الإنسان الدنيا كلها وخسر حياته أو ضيعها في الآخرة؟ اللي هيخجل من معرفته بيا ومن نشر رسالتي هخجل من معرفته أنا الإنسان النازل من السماء لما أرجع في جاهي وجلال الله الأب الرحمن والملائكة الطاهرين حواليا. أنا بقول لكم الحقيقة، في ناس منكم مش هيدوقوا الموت إلا بعد ما يشوفوا تأسيس مملكة الله بعينيهم.
وبعد كده بحوالي 8 أيام سيدنا عيسى خد بطرس ويوحنا ويعقوب وطلع بيهم الجبل علشان يصلي. وهو بيصلي اتغيرت ملامح وشه وهدومه بقت بيضة بياض شديد يلمع في العين زي البرق. وفجأة ظهر جنبه النبي موسى والنبي إلياس وكانوا ظاهرين في هيبة وجلال، وبدأوا يتكلموا مع سيدنا عن رحيله وموته اللي هيتم في القدس. وفي الوقت ده بطرس واللي معاه راحت عليهم نومة، ولما صحيوا من النوم شافوا جلال سيدنا والأنبياء الاتنين اللي واقفين معاه. وفي لحظة مكان النبي موسى والنبي إلياس هيمشوا قال بطرس لسيدنا وهو مش عارف بيقول ايه: يا مولانا، قد ايه جميل اننا نكون معاكم هنا، تسمح لنا اننا نبني 3 مقامات على سبيل التذكار، واحد ليك والتاني للنبي موسى والتالت للنبي إلياس. واثناء ما كان بطرس بيتكلم جت سحابة وبدأت تغطيهم، فخافوا الحواريين لما السحابة حوطتهم، وطلع صوت من السحابة يقول: هو ده ابن الروح اللي اخترته، فاسمعوا له وطيعوه. وبعد ما الصوت اختفى الحواريين لقيوا سيدنا لوحده فسكتوا وما قالوش لحد أي حاجة من اللي شافوها إلا بعد فترة.